واو واو مشاهدينا الكرام مشتاقين شفتي مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر بالضبط مدينه الدار البيضاء. الامن كيوقف واحد الدراجه ناريه من نوع 33 يعني في هذه اللحظات وسط العاصمه الاقتصاديه، يعني بطبيعه الحال من اجل التحقق من الاوراق ديال هذه الدراجه الناريه واللي كانوا كيمتعطيوها ثلاثه ديال الاشخاص. بطبيعه الحال هناك شك من اجل مراقبه ديال الاوراق ديالها، ولكن عناصر الامن وفرقه الدراجين ما لقاوش عندهم اوراق فتحياتي لعناصر الامن الوطني. يعني هذه هي الدراجة النارية ديالهم، يعني ما عندهمش اوراق وكانوا فيها ثلاثة ديال الاشخاص. يعني هذا الشخص هذا في حالة هيجان، شخص في حالة هيجان. هادشي خويا وسط المدينة، يعني كيف ما كتبوا معنا هادشي وسط المدينة، يعني تم توقيف ديالهم وتدخل إيجابي من طرف عناصر الأمن، تدخل إيجابي من طرف عناصر الأمن، فتحياتي لهم. قاموا بتوقيف ديالهم، فتحياتي لعناصر الامن. ثلاثة ديال الاشخاص كيمتعطيو دراجة نارية وما عندهمش الاوراق ديالها، يعني فتحياتي لعناصر الامن اللي تمكنوا من التوقيف ديالهم، يعني بالضبط هنا في زنقة طاطا. مشكورين عناصر فرقات الدراجين، تحياتي لهم، تمكنوا من التوقيف ديالهم. يعني كيف ما تبعتوا معنا اللحظة ديال الاعتقال واللحظة ديال نقل الدراجة النارية إلى مخفر الشرطة. Thank you.